وفي الحقيقة إن أبرز ما يميز هذه المبادرة مبادرة المشروعات الوطنية أو المشروعات الخضراء الذكية إنها تفتح الباب أمام المشروعات من جميع المحافظات وتوفر قنوات تواصل مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختلفة، لذلك فهي تمثل فرصة لأبناء كل محافظة لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم التي تشارك في بناء مستقبل مصر. الفيلم الذي سأترك حضراتكم معه الآن يعرض المشروعات المتأهلة في هذه المبادرة في دورتها الثانية. أكثر من 5600 مشروع تقدمت في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة. مركز مصر مكان يجمع بين التعليم والبحث العلمي والتطبيقات العملية لإدارة المخلفات الصلبة بهدف تحسين الصحة العامة والطاقة. من التقنيات التي يعتمد عليها المركز نظام الجمع الذكي بناء على الاستشعار والتحليل الضوئي والذكاء الاصطناعي متماشيا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030. مكافحة الآفات الزراعية الناتجة عن التغيرات المناخية باستخدام روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي. روبوتات متخصصة في اكتشاف وتشخيص الأمراض النباتية ورش المبيدات، حيث يتكون المشروع من طائرة لاسلكية مزودة بكاميرا حرارية تمكنها من تجميع وتشخيص الأمراض النباتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى روبوت آخر مخصص لرش المبيدات بنسب وتركيزات دقيقة بناء على الأمراض النباتية في المحاصيل. مشروع السياحة المستدامة في محافظة أسوان. كان العمل الدائم من خلال هذا المشروع على تحقيق السياحة المستدامة من خلال تعميم استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة بالفنادق والمتاحف والمعابد الأثرية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق سونوسول كأحد الوسائل الحديثة في تيسير رحلة السائحين وتشجيعهم على المساهمة في التنمية المستدامة. المجزر الآلي الأخضر. على مساحة 12 فداناً خارج الكتلة السكنية تم إنشاء المجزر الآلي الأخضر، والذي يتم فيه الذبح بأحدث الطرق الآمنة دون تدخل بشري، ويتم كذلك العمل على تدوير مخلفات الحيوانات والطيور والأسماك للحصول على سماد عضوي للتربة الزراعية. جرينوود. غابة شجرية باستخدام مياه الصرف المعالج تساهم في التخلص من 45,000 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون كل ساعة، بالإضافة للحصول على الأخشاب واستخدامها في تصنيع منتجات متوافقة مع معايير الاستدامة. إي تدوير. التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية بمقابل مادي أو عيني، وذلك من خلال تطبيق ذكي والقيام بفصل مكونات تلك النفايات لتحقيق أكبر استفادة بيئية واقتصادية. الاستدامة لمحطات إرشاد وتوجيه السفن بهيئة قناة السويس. مشروعات الاستدامة لمحطات إرشاد وتوجيه السفن بهيئة قناة السويس باستخدام دمج الطاقة المتجددة. قناة خضراء. تعتمد فكرة المشروع على دمج الطاقات المتجددة الرياح والشمس وعمل نظام هجين لتغذية أحمال محطات الإرشاد على طول المجرى الملاحي لقناة السويس. منازل ريفية خضراء. الطوب المضغوط لمنازل صديقة للبيئة، طوب يتم تصنيعه من التربة الرملية الطفلية والتي لا تحتاج إلى عملية حرق، ف
فضلا عن تصميمه بشكل معشق ومفرغ مما يساعد على تحقيق العزل الحراري والصوتي. وكذلك تم صناعة الأبواب والشبابيك باستخدام الخامات الطبيعية من سعف وجريد النخيل المعالج. المنزل الريفي الأخضر يعمل كاملا بالطاقة الشمسية ويراعي معايير المباني الخضراء، فهو أكثر أمانا وجمالا وأقل تكلفة وأعباء. مصنع تدوير المخلفات بالإسماعيلية. منظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها للحصول على منتجات مفيدة مثل الوقود البديل للفحم، وكذلك الحصول على سماد عضوي للأراضي الزراعية. المنظومة الذكية لإدارة شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد. نظام ذكي متكامل لإدارة شبكات المياه عن بعد والعمل على تقليل الفاقد واستمرارية تحليل البيانات عن طريق إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. جديد جهاز الجرين تيربو، تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون وإطالة عمر المحركات بمختلف أنواعها، وذلك من خلال حلول مبتكرة تتضمن استخدام خلايا الهيدروجين. ميدكس للحلول المتطورة. التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بقطاعات الأدوية والمنازل، وذلك من خلال شبكة ذكية متطورة تعمل على إعدام الأدوية منتهية الصلاحية وتبادل الرواكد من الأدوية وزيادة وعي مما يساهم في التقليل من تلوث المياه. بيكيا، إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من الشركات والأفراد من خلال تطبيق إلكتروني، مما يساهم في تحقيق المشاركة المجتمعية في مواجهة تحديات المناخ. إي2جو، وصلها خضرة. التروسيكل، الوسيلة الأكثر استخداماً بالأرياف والذي يسبب زيادة في حجم الانبعاثات الكربونية، ولذلك كان البديل سيارة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء ويمكن شحنها بالمنزل، فضلاً عن تزويدها بجهاز ذكي لتسهيل التحرك والتواصل. توتال إيرث، يعمل المشروع على إنتاج الأسماك والخضروات العضوية بدون إهدار للمياه، وذلك من خلال الأكوابونيكس، والذي يتم فيه تدوير المياه وليس استهلاكها، بالإضافة إلى استخدام مخلفات الأسماك كمخصب عضوي لزراعة الخضروات. مخيم بساطة، أول مشروع سياحي بيئي في منطقة نويبع طابة، تم إنشاؤه بمواد طبيعية وبتصميمات مصرية خالصة، يراعي معايير الاستدامة في سلاسل الإمداد وأعمال التشغيل اليومية، بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة البحرية. خلال 37 عاماً قام على تحقيق الدمج الكامل مع سكان المنطقة، التبادل الحضاري دون طمس الهوية. مجتمع مستخدمي الطاقة الخضراء. إنشاء مجتمع افتراضي من مستخدمي الطاقة النظيفة، وذلك للتغلب على التحديات والمشكلات التقنية عن طريق ربط مستخدمي الطاقة بمقدم الخدمة، سواء كانوا أفراداً أو شركات، عبر تطبيق ذكي جرين طاقة. أكوابوت، غواصة إلكترونية تعمل عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتمثل مهمة الغواصة في مراقبة الحياة البحرية بشكل محكم بهدف تحسينها، حيث تتمكن الغواصة من تحديد أماكن ونسب التلوث والضرر اللاحق بالبيئة البحرية والشعاب المرجانية والعمل على معالجتها، بالإضافة إلى مراقبة الأسماك الضارة والمفترسة
بشكل يحقق الأمن المائي. تطوير وإنتاج الحرير في صعيد مصر، تطوير وتربية دودة القز. يعمل المشروع على إنتاج الحرير من خلال زراعة شجر التوت بمياه الصرف الصحي المعالج وباستخدام نظم التنقيط في الري، ويعمل كذلك على تربية الديدان والشرانق سواء عن طريق الأفراد وذلك بعد تدريبهم بشكل كاف أو عن طريق تجمعات تعاونية متخصصة. شركة أرض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج. المشروع عبارة عن مجمع لمصانع المنسوجات، تم إنشاء العديد منها من خلال شركة أرض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج. يستهدف المشروع الحد من انبعاثات الكربون عن طريق نشر وتطوير الصناعات النسيجية كإحدى الصناعات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب. هذه كانت بعض النماذج للمشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قبل مرحلة التقييم، وهي مشروعات تنبض بروح مصر لتعم المنافع على كل أرجاء العالم. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنها حلول مصرية تطمح لمستقبل أخضر مستدام.